بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم علوان معلق رياضي محمود بكر، حيث لقاء العودة بين نادي الزمالك بطل مصر مع نادي نكانا بطل زامبيا. كانت نتيجة اللقاء الذهاب التعادل بدون أهداف، نتيجة كويس حققها الزمالك هناك. اللقاء ده هو في دور ال 16، بمعنى الفائز في لقاء المجموعتين النهاردة هيخش دور الثمانية. النهاردة ضيفنا طبعا وضيف الكابتن شوبير، كابتن طارق العشري بنرحب بيه، ومعاه طبعا استوديو التحليل الهيئة كلها، كابتن أيمن يونس وكابتن خالد بيومي، كابتن حسن مستكاوي عنده عضلة باين ولا غياب، يعني بنقول خير. المهم النهاردة إن شاء الله بيمثل الزمالك لحراس المرمى عبد الواحد السيد، خط الظهر من اليمين للشمال حمادة طلبة، محمود فتح الله، ياسر إبراهيم، محمد عبد الشافي، نص ملعب حازم امام في اليمين، واحمد توفيق ونور السيد ومؤمن زكريا، قدام عرف السيد ومحمد ابراهيم. اما نكانا بطل زامبيا فتشارلز حارس المرمى، ديريك وبيلي ونويل ومايبن خط الظهر، نص ملعب كليفن وسيدريك وكلود بواليا وسيدني كالوم نص ملعب، قدام سيمون ورولاند. بيحكم هذا لقاء طاقم كاميروني بقيادة إليوم نيانت، ومعاه موسى يانوسا، هو اسمه كده موسى يانوسا، وبيساعده المساعد الثاني نوبي، والحكم الرابع مالي سولي محمد. الحكم اهو نيانت الكاميروني بيدي صفارة البداية او ضربة البداية، قول زي ما انتوا عاوزين. والزمالك بزيه الابيض على يمينك، و النكانا بطل زامبيا على شمالك بزيه الاحمر. كل التوفيق لنادي الزمالك انه بادي باذن الله يخش، ويبقى لاول مره منذ زمن او منذ فتره كبيره يبقى وحيدا في دوري المجموعات لتخلف النادي الاهلي امس بمفاجاه حققها اهلي بنغازي في لقاء الذهاب ولقاء العوده، وخرج النادي الاهلي ورب ضره نافعه، وكل واحد يرتب بيته يقدر يعود مره ثانيه، وده من الانديه اللي بتعود بسرعه ان شاء الله. نشوف ماتشنا مع بعض، وفي ظل مجلس اداره جديد برئاسه المستشار مرتضى منصور وبدون جماهير زي ما حضرتك شايفين، الزمالك يبدا مشواره في دور ال 16 وهو على الاعتاب دور الثمانيه، ونتمنى كده كل التوفيق النهارده ان شاء الله في هذا اللقاء. تتلعب الكوره وعبد الشافي، هما في استوديو التحليل قال لك جسمهم صغير انما متكوكين، اللعيب المتكوك ده تخاف منه، بيبقى سريع قوي وجامد قوي وقوي جدا، ما يغركش الطول اللي على الفاضي، انما كلهم متكوكين زي كابتن سيد عبد الرازق لاعب النادي الاسماعيلي كده، تبص ليه متكوك، انما عنده سبرنت اولاني يطلع منك، لو سبته في اول سبرنت مش هتحصله، زائد ان هو يخش فيك يزممك رغم انه طوله نص متر. المهم ان مش بالطول، شفتوا اليابان وشفتوا الصين وشفتوا الدنيا كلها، ما هياش لا بالطول ولا بالعرض. جت فتره كده بالفترات يقول لك خد اللعيب الطويل القوي، فكل مدربين الناشئين يلاقوا واحد طويل، تعالى يا ابني تعالى يا ابني، لما نقوا شويه طوال والاخر طلعوا على الفاضي. الكره موهبه، وشوفوا مارادونا على راي اللي بيغششني، مش عارف بقى مايكل ولا يعني ولا عظيمه ولا وليد قاسم، مين اللي معايا مش عارف. تتلعب الكوره على رايه، شفتوا مارادونا اللي دوخ العالم، تتلعب الكوره وعلى طول اماميه تنزل هناك عند فتح الله وكلود بواليا. كالوشا، فاكرين كالوشا اللي نجا حتى من الطياره لوحده كده نجمه، كان وزير شباب كالوشا رقم 14، الرقم 14 ده يعني كلود بواليا، تاني كالوشا،
تتلعب الكرة وضربة ركنية أو ضربة ركنية تتلعب، مش بقول لحضراتكم مسكوكين وسرعة الراجل كلود فواليا خضت يعني محمود فتح الله وكان بيحل عليها وتلعب للضربة ركنية. ومحمد عبد الشافي على طول، عبد الشافي محمد إبراهيم تنزل الكرة في نص الملعب، نيكانا ريد ديفلز على طول أمامية هناك يطلعها محمود فتح الله، رغم ان الزمالك لعب الناس دي وفاهمين ايه هما، انما واضح كده ان لسه عاملين لهم حساب، لسه الزمالك هما البداية عنده مش عجباني، هما اللي هيركبوا الماتش من الزمالك، خدوا بالكم هما اللي هيركبوا الماتش، لازم يقوم كابتن ميدو ويفاهم الدنيا، لازم انت اللي تركب الماتش في الاول. ادي عبد الواحد السيد توصل له الكورة يلعبها على طول لياسر ابراهيم، تروح الكره هناك ناحيه اليمين عند ياسر، ياسر يلعبها لحماده طلبه، في كده ازمه في الحته اليمين دي رغم ان موجود يعني احمد سمير، انما ميدو لوجهه نظر في حماده طلبه، تتلعب الكره وادي حازم وتخبط في ايده غصب عنه وتتلعب الكوره، هو حاطط حازم قدام عشان ال 30 يارده الاخيره اسهل لحازم في السرعه، بدل ما كان بيقطع المليون كيلو ده معمال يوصل هناك بيكون يعني نهنج زي ما بيقولوا، انما النهارده حازم امام هو الورقه الرابحه لميدو في الناحيه اليمين، الناحيه الشمال ادي على طول بيلعب على طول محمد ابراهيم والعرضيه على طول تروح للكوره لتشارلز. اماميه من تشارلز ناحية اليمين، شفتوا بسرعه بينقلهم على طول، دول طمعانين في الماتش، طمعانين في الماتش، وادي تصويبه وفوق وضربه مرمى لنادي ازمر. اذا ادي رقم 17 كليفن، رقم 17 اللي شاط الشوطه اللي فاتت دي، اذا هو جاي عارف، ادي الكره خبطت في ايد ديريك رقم 24 غصب عنه، واضح جدا لازم الزمالك ياخد باله، لازم الزمالك ياخد باله ويزنق ويرتد بسرعه، وما عملش زي الاهلي امبارح فرح بان هو مهاجم وساب نص ملعبه والاثنين سنترفات لوحديهم والمرتدات كلها بقت اهداف. تتلعب الكره من عبد الشافي عرضيه وضربه راس ضعيفه كده من مؤمن زكريا يمسكها تشارلز وعلى طول اماميه، خدوا بالكم بيلعبوا كرات طويله زي اهلي بنغازي كده وزي طارق العاشي اللي كان ضيفنا النهارده ولا زال ضيفنا بعد الحلقه ان شاء الله، وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. اجسامهم قويه، معنوياتهم مرتفعه، عندهم غلاسه لعب زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، دي كلام كوره اللي انا بقوله، الله يا راجل يا راجل، وقفها وروح بيها وخش زي ما انت عاوز، انما تتقطع الكوره على طول حازم امام ملعوبه له حلو قوي، لو انت وقفتها كده وتقول له حطها لك فين، انما اول فرصه حقيقيه كانت رايحه برضو عند مؤمن مؤمن زكريا وحازم امام يلعبها حازم ضعيفه جدا، انما الزمالك فاق اهو بعد ست دقائق، فاق الزمالك وبدانا نشوفه داخل المنطقه لنكانا بطل زامبيا، وادي توصل الكوره وفي فاول على بيلي السنتر هاف وضربه حره مباشره لنادي الزمالك، ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، كل ما تيجي الضربات المحرم مباشرة اللي هنا افتكر على طول، وطبعا الزملكاويه بيفتكروا، بيفتكروا مين؟ ها؟ افتكروا على طول الحيطه، الحيطه على بعد 10 يردات وضربه حره مباشره لنادي الزمالك في الدقيقه السابعه تقريبا، صفر نيانت وفوق وضربه مرمى لنيكانا ريد ديفلز، محمود فتح الله هو اللي متخصص ضربات ثابته وعارف شايفين كده، وضربه مرمى لنيكانا ريد ديفلز. تتلعب ضربه البدايه ضربه المرمى على طول ياسر ابراهيم بدماغه وترجع
قضاء وقدر كده لعبد الواحد السيد. السبع دقايق اللي اتلعبت دي نقدر نقول ان لسه معالم اداء نادي الزمالك الهجومي مش باين، انما هم عندهم المعالم باينه، بيلعبوا كرات طويله بيعتمدوا على السرعه في الامام. تتلعب اهو، بص حضراتكم ادي رايه وصفاره. اذا بانت الحاجه من اولها، يبقى على الكابتن ميدو انه لا اما يضغط قدام عشان ما يخليش الكور دي تطلع، لا اما السنترافين بتوعه بقى يصحصحهم عشان خاطر ما يحصلش لا قدر الله اي حاجه. اذا بانت جدا الكرات الاماميه، ودي بتبقى بالنسبه للسنترافات الفاهمه يعني ماتش حلو، اقول يا رب يلعبوها، ابقى انا بطلع في العاب الهوا باخدها بقدر اوقفها وابدا هجمه. سنترافات بقى التعبانه اللي ايضا بتروح منهم وتتاخد وتبقى مشكله. تتلعب الكوره وعلى طول اماميه وماشي ماشي ماشي، ممكن جول. يو عدوا معايا، عدوا معايا، ادي محمد ابراهيم مشى وراح وعدى، وزي ما سمعنا في الصوت التحليلي خط ظهرهم تعبان وشكله فعلا تعبان اهو، الراجل بيتفسح في وسطهم، وفرصه هدف اكيد للنادي الزمالك. ماشي بيها محمد ابراهيم كويس قوي، انما ما بصش وهو في اللحظه الاخيره او بص وحط وشه، انما ضربه مرمى لان كان باتل زامبيا. بدايه زي بدايه النادي الاهلي امبارح، تصويب وصد، انما الاهلي كان بيلعب في الجون وحارس مرمى كان نجم امبارح الشوط الاول بس، انما الزمالك مسك المباراه بعد سبع دقائق. وادي حازم امام اللي اتنقل هنا ناحيه الشمال، تتخطف منه وتنزل ل عبد الشافي وترقيصه كده، ده نور السيد تتلعب خلاص. الزمالك في ايده ان هو يسيطر، وفي ايده دلوقتي انه يحط هدف، انما لو جامد شويه كانت راحت لعرف السيد يمسكها تشارلز. الزمالك سيطر بقاله دقيقتين، بدا يهاجم، بدا كان يفكر شويه في الناحيه الهجوميه بتاعته، انما لازال بيلعب لعبته اهي، لعبته اهي، اللعب على طول للاثنين فراودة نفس اللعبة، وعلى طول يطلعها ياسر إبراهيم بره الملعب. هذه سيدريك رقم 12 وضربة ركنية تاني، ضربة ركنية. شوفوا حضراتكم هما بيهجموا حبة صغيرة، إنما في التلت الأخير على طول لنادي الزمالك. النهارده محمود فتح الله وياسر ابراهيم وعبد الواحد السيد عليهم عبء كبير جدا مع الاثنين راس حربه سيمون وسيدريك او اي حد بيجي من نص الملعب. تتلعب الضربه، خطا قاتل، خطا قاتل قاتل من عبد الواحد السيد ومن دفاع نادي الزمالك. بص حضراتكم، بص حضراتكم لو حط دماغه جون، انما الحمد لله حط رجله اهو اتلعبت الكوره، لو حط دماغه جون، انما يعني بغرابه جدا جدا دفاع وحارس مرمى الزمالك يسيبوا الراجل يروح كده. يبقى فرصه قدام فرصه، والمباراه كده 10 دقائق من البدايه، شكلها فرقه يجب ان تحترم، فرقه يتعمل لها حساب وتحترم دفاعيا قبل هجوميا، وبتلعب هي مباراه كؤوس. يعني ايه؟ يعني هي مش همها التعادل هناك، 0-0 الزمالك يعدي ان شاء الله باي فوز، هو كمان عاوز يعكن الدنيا ان شاء الله ما تتعكنش كده. الاسماعيلي خسر 1-0 وخرج من بطولة كأس الاتحاد الافريقي، البشائر كانت بتقول كده. نتمنى لوادي دجلة ان شاء الله كل التوفيق، تتلعب الكورة وتروح لعبد الواحد زيد. اذا الاسماعيلي خرج واتغلب 1-0، ولازال نتائج وادي دجلة ان شاء الله كل التوفيق. امبارح النادي الاهلي خرج، النهارده الزمالك بيلعب في دور ال 16 مباريات الذهاب، انما يجب ان نحترم هذا الخصم ولازم نعتني بالفرص اللي بتجيلنا عشان ما يتكررش مباراه امبارح. تروح الكوره لطلبه، طلبه على طول ناحيه اليمين وبره الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك. حازم امام لطلبه، طلبه طلبه يشيل، هيشيل يطلعها على طول بيلي، وتنزل مره تانية لحازم امام. حازم لو يمشي وصفاره وفاول تقريبا على حازم، لو هو بيرفع وهو بيعدي يبقى خطر قوي، او بص لو راح وعدى هو هيبقى خطر قوي، انما عدى من كليفن وطلعت الكوره ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك.
تتلعب حلوه قوي قوي قوي، انما اتزحلقت الكوره حلوه، هم زحلقها انما واقفين نايمين، اللي قدام يلعبها على طول فتح الله وتيجي الكوره بره الملعب. اول الزمالك ضاغط و12 دقيقه و رمي التماس عبد الشافي فتح الله على طول وضربه راس تانية تبقى ضربه مرمى لنادي لكان ريد ديفلز بطل زامبيا. بص دي زحلقه، انما هنا واقفين نايمين، اللي بيجي منها جوان كتيره حلوه قوي، انما فتح الله كان متاخر. تتلعب الكوره وتروح لبيلي لتشارلز مره تانية يلعبها، تعلى كوره من احمد توفيق، ضغط منهم في نص الملعب زي ما شايفين، عبد الشافي محمود فتح الله ياسر ابراهيم حماده طلبه. الفرقه دي عاوزه سرعه عشان هما بصوا بيضغطوا ازاي قدام، التمرير السريع تضرب بيه 3 4. ترجع كوره لياسر مره ثانيه على طول لمحمود فتح الله، فين اللي هيستلم في نص الملعب؟ مفيش حد بيستلم في نص الملعب لان هما بيلعبوا مان تو مان اهو، وضاغطين ضغط امامي زي ما حضرتك شايفين كده. اذا بانت اهو الرؤيه لسوسو موالي المدير الفني بتاعهم. الزمالك بيعتمد على الجبهه اليمين اللي فيها حازم وطلبه، لو شال على طول ممكن جول، لو شال على طول ممكن، انما تطلع ضربه ركنيه. انا مش عارف الفيرود اللي عارف ان المباراه كلها من ناحيه اليمين او من الشمال، والراجل بيحاول انه رايح عشان يرفع ولسه واقف نايم هيتحرك. ابص لازم واحد يروح على الاول قايم، اهو لسه واقف نايم على طول، يعني عرف السيد واقف لي نايم في الحته دي رائد ورا السنترافين. ضربه ركنيه لنادي الزمالك، تتلعب الكره على طول. الله الذي عاوز يلعبها ببطن رجله فتح الله ما تجيش ابدا. امبارح عبد الله عمل واحده ببطن رجله انما الجون كان صاحي، وادي تصويبه وتصويبه من ياسر ابراهيم انما تقع من ايد تشارلز، يلعبها لبيلي مواز، ترجع لبيلي مره ثانيه وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك اللي سيطر على الموقف، وبقى هو اكثر محاولات هجوميه وربع ساعه من زمن الشوط الاول والتعادل دون اهداف، والزمالك الاكثر محاولات هجوميه ولكن عاوز تركيز من عرفه ومحمد ابراهيم مؤمن لسه ما شفناهوش في الكادر لغايه دلوقتي، وصفاره وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. كلام لتشارلز وضربة حرة مباشرة، ومحمد إبراهيم وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، تتلعب حلوة قوي قوي، إنما سنتر هاف يطلعها ضربة ركنية. ضربة ركنية لنادي الزمالك اللي ضاغط واللي ما بيستغلش الكرات العرضية، هم عملوا كورتين في منتهى الخطورة من الكرات الثابتة. الزمالك دلوقتي بدأ يبقى فيه ضربات ركنية كتيرة ما بيستفدش منها. ضربة ركنية لنادي الزمالك تتلعب حلوة قوي. يلا يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، لسه فيها راجل برضه انما بره، انما في الاول خالص كان هدف، هنشوفها مرة تانية. ملعوبة حلوة قوي، بص استقبال الكرة بحنية ازاي، بصوا بحنية بحنية ما تجيش ابدا من عرفة السيد، بحنية قوي ملعوبة، انما دي كانت في الزاوية البعيدة يطلع، ودي برضه بحنية خالص بيلعبوا فولي بول. وادي مره تانية المخرج بيعملها اهو هناك، بتشوف حضرتك لازم يطلع ويلعبها جامد، انما ملعبها اي كلام جسمه مخروع، واول او تاني فرصه اهي لنادي الزمالك، تطلع كره من على الخط من بيلي موانزا. والزمالك اكتر فرص واكتر محاولات واكتر استحواذ، ولكن اكتر اضاعه فرص وما بيستغلهاش. في حد واقع او بيشتكي من نادي الزمالك، هنشوف مين اهو، هل هو كانت قلب للمباراه؟ هو طلبه، طلبه يعني انا بقول مظلوم دايما مش حتته، ولكن يبدو ان كمان ميدو مظلوم ايضا، بيدور في الحته دي على واحد، وطالما ان احمد سمير ده مكانه الاساسي اذا ممكن بيكون عندك واحد مش ضامنه في الاصابه، وبعدين انت بتقعده لعل وعسى، انما طبعا هنشوف دلوقتي كل مره اللي هيحصل. طلع الراجل اهو
وبيقول له سخن على طول، يا ترى نادى مين؟ هل هينادي واحد ويرجع حازم امام باك يمين، ولا هينادي احمد سمير وخلاص؟ شكل طلبه مش هيكمل. بعد 17 دقيقه طلبه كده يجي له تمزق او عضله وتتلعب الكوره وتنزل وتروح لياسر عمر جابر اللي بيسخن، يبقى حازم هيرجع ورا وعمر هيجي قدام، او العكس انا لو من ميدو العب عمر باك يمين وبيلعبها كويس صراحه، ويخلي حازم هو الورقه الرابحه بتاعته النهارده في نقل الكره في عمق دفاع الخصم. تتلعب الكوره وتنزل على طول عند بواليا، ياخدها نادي الزمالك، ثلاث اربع نقلات لاول مره لمكانا ريد ديفيز، والكره اللي بيلعبوا عليها النهارده ادي رقم 9 رولاند. النهارده نادي الزمالك بيتعرض لنفس موقف النادي الاهلي امبارح، ايه هو؟ الضغط والكرات الطويله في عمق دفاعه. محمود فتح الله وياسر ابراهيم عليهم شغل كتير قوي، زائد لعيبي خط وسط نادي الزمالك عليهم شغل اكتر في الضغط على الراجل اللي بيرفع. دي اللعبه اللي كرروها 100 مره واحنا في دقيقه 19، وادي كليفن هيلعب الضربه الركنيه. كليفن وضربه ركنيه لنكانا يلعبها ارضيه نبادي، يوه على راي الراجل الجزائري هنعمل زيه، وتتلعب الكوره حازم دراج ما تسمعش منه غير الراجل برضه. فالنهارده اضطرينا ان احنا نقول كده برضه في كوره يعني اتخضينا فيها، وعلى طول ناحيه اليمين حازم والكرات العرضيه اللي اتنين راس حربه بتوع الزمالك النهارده لازم يصحصحهم، عندهم فرص اهو، هدف 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 هدف، لسه بقول يصحصحوا، هدف اهو، هدف جميل جميل جميل، احمد توفيق هو اللي بيطلع مع الاثنين فراوده ويحط هدف التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 20. وادي ميدو اهو واحد الزمالك احمد توفيق، احمد توفيق راح حلو قوي واتلعبت له احلى في، هنشوف الدقيقة كام، او بص حضراتكم اتلعبت له حلوة قوي اتلعبت، هو نادى عليه وادي محمد اهو، يا سلام لعبة حلوة حلوة، وهو ما كدبش خبر، ادي عرف اهو وراحت لمؤمن، ومؤمن اللي ادى الهدية والهدية ما اترفضتش، وعلى طول احمد توفيق ما اعرفش مين اللي بيكلمني في ودني بيقول لي اول اهدافه مع الزمالك، ده هدف يعني سمين جدا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الاول. مين معايا على النجرة كده يقول لي عشان برضو ابقى عارف مين اللي بيقول لي. واحد وليد قاسم، ماشي يا وليد. وليد قاسم بيقول لي اول هدف لاحمد توفيق منذ انتقاله من نادي المنصورة، انما هدف ليه تمن. واحد الزمالك لا شيء، نكانا ريد ديفلز بطل زامبيا، طبعا الهدف ده هيخلي رديكانا عاوز يهاجم وهناك متعادل، بقى هنشوف هيهاجم ولا هيعمل ايه. ورايو صفاره وضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك، وحذاري يا عم محمود فتح الله انك تلعب على الاوفسايد، خدوا بالكم وانا في الدقيقه 21 بقول له ايه، بقول له حذاري يا عم محمود فتح الله، لان انا دايما ما بحبش المدافع اللي يلعب على الاوفسايد بسميه عجز الا في الزنقات. تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب، الزمالك ممكن في اللحظات دي ان هو يتني الهدف لو مشى الجنب اليمين اللي فيه حازم اللي معدي منه على طول، وادي ترقيصه حلوه قوي ليه عبد الشافي، عبد الشافي يلم والعرضيه تخبط وتطلع بره الملعب اهو. رمي التماس لنادي الزمالك النهارده، الجنبين بتوع نادي الزمالك يعني شغالين حلو قوي، عبد الشافي وحازم امام، لسه ما شفناش تغيير، هل نزل طلبه ولا لا؟ هنشوف. والحكم نياند رايح يكلم مين؟ هنشوف هيكلم مين؟ في لعيب من واقع الارض يا ترى مين؟ ده طلبه وقع تاني، الراجل يعني كتر خيره، هو زقه ميدو لغايه لما يسخن اللعيب التاني. فنزل الراجل طبعا عنده امانه فبيقول له ما تحملش انا بقى ان انا مصاب. ادي الكرة الحلوة اللي اتلعبت من مؤمن، وادي احمد توفيق يحط الهدف الاول الجميل لنادي الزمالك. واحد الزمالك لا شيء، ان كان ريد ديفلز بطل زامبيا، احرز هدف احمد توفيق في الدقيقة 20 من زمن الشوط الاول. كده يبقى اهو، بصوا الصراحة يعني زعلان الراجل، زعلان ودي روح طيبة جدا لما تلاقي بديل كده
عاوز يلعب وزعلان بنقول له معلش حظك وحش. وادي وزير الشباب في كل حته بقى المهندس خالد، يعني راجل بنشيط وراجل يعني النهارده مجلس اداره الزمالك كله اهو طلع اخيرا. حماده طلبه مين نزل؟ هل هينزل عمر ولا هنشوف لسه بيسخن؟ وتتلعب رميه التماس وضربه حره مباشره لنادي ناكانا ريدفيل. هل نزل حد من الزمالك؟ هنشوف دلوقتي اهو لسه رقم 6 عمر جابر بيتكتب الورقه بتاعته. وقت طويل قوي كان باين ان الراجل مش هيكمل، كان لازم يسخن ويبقى مستعد، مش مشكله. رجع حازم مكانه وهو اللي هيلعب فيه شويه لغايه لما ينزل عمر جابر اللي انا اتمنى انه يلعب سنتر هاف. وفاول علني على عرفه السيد، جسمه قوي ومقعد اثنين جامدين احمد علي واحمد جعفر. يعني ميدو يعني عنده ميزه ومش ميزه، انه مش مثبت التشكيل ويبدو ان هو عنده مستويات متقاربه، ودي يعني بتبقى حاصله لما تكون في مستويات متقاربه. اول تغيير اضطراري هينزل عمر جابر، هيلعب فين؟ هنشوف عمر جابر هل هيلعب في نص الملعب ولا ايه؟ انا لو من ميدو العبه باك واخلي حازم في حتته اللي النهارده واضح اللي هو ماشي فيها كويس. ضربه حره مباشره طلع حماده طلبه ونزل عمر جابر، و كلام كده ما بين نور السيد ومحمد ابراهيم. على فكره نور السيد ده لازم يبقى على حدود منطقه جزاء الخصم لانه راجل مدفعجي، راجل بيشيل جامد. شفنا امبارح واحد شاط شوطه مش هيجيبها تاني ابدا مع احترامي يعني، انما فيها كثير من الحظ والتوفيق. نور ومحمد ابراهيم وضربه حره مباشره ومحمد ابراهيم يلعبها لنور، ونور يشوط وتخبط غير اتجاهها وتروح على طول لتشارلز حارس المرمى. 24 دقيقة من زمن الشوط الأول في لقاء نادي الزمالك وناكانا ريد ديفلز بطل زامبيا في دور 16 لقاء الذهاب، لقاء العودة في بطولة الأندية أبطال الدوري. كان لقاء الذهاب التعادل بدون أهداف، والزمالك دلوقتي واحنا في الدقيقة 24 وداخلين في الدقيقة 25 متقدم بهدف لأحمد توفيق أحرزه في الدقيقة 20 من زمن هذا الشوط. ادي الفاول بيتعاد مره تانية وخبط فقط قوته بتاعت نور السيد. تتلعب الكوره وتتزحلق على طول وجسمه جامد وحذاري. يعني انا برضو لو من ميدو، انا كل شويه اقول لو من ميدو انبه على عبد الشافي وفتح الله وياسر، خلي بالكم بيخش متكوك وبيضرب او بيزق، فما تعتمدش على الحكم قوي. اهو بص جسمهم جامد. ورقم 9 رونالد وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. إذا أنت مدافع لازم تعمل حساب رزالة الفرود. عبد الواحد السيد على طول أمامية عند توفيق عرف السيد، الجبهة الشمال بدأت تشتغل أهو اللي فيها محمد إبراهيم وعبد الشافي. محمد إبراهيم ورمي التماس أو رمي التماس لأن كان بطل زامبيا، الحكم بيقول لأ سيبها يا عم بيلي موانزا، رمي التماس لنادي الزمالك. الزمالك في الوقت ده بيكسب وده مش كويس، لازم في اللحظات وهو متقدم يتني الهدف ويقعد يحط رجل على رجل. تتلعب رمي التماس لتوفيق محرز الهدف، وتوفيق على طول عند ما فيهاش اوف سايد، فيها اوف سايد، يبقى هيفضل حازم امام. لا ده حازم رجع وعمر هو اللي هيبقى قدامه، عمر هو اللي هيبقى قدام زي ما هو شايفين كده، وحازم هيرجع. يعني مع ان الفروقات في الناحيه الدفاعيه بين عمر وحازم قليلة، إنما ميدو له وجهة نظر نحترمها. تتلعب الكورة وتنزل عند مؤمن يلعبها يطاحها مايبن، تنزل مرة تانية فريق بيلعبوا كرات طويلة. بص حضراتكم ضغط كويس من نادي الزمالك في نص الملعب، ضغط كويس من نص الملعب مخليهم ما يسيطروش على الكورة، يخش على طول نويل ويطلعها ياخدها نادي الزمالك. وعبد الشافي وعاوز يعمل هات وخدها واديها له، عاوز يوسع بظهره ما جاتش معاه. عرفه السيد جسمه جامد قوي انما هربت منه الكوره وتطلع بره ملعبه. اقدر اقول واحنا في الدقيقه 27 الزمالك النهارده يومه. ممكن واحد يقول لي ما تقعد ساكت، هقول له ماشي هقعد ساكت، انما هو شكله يوم النهارده، لعبته فايقه متقدمين بهدف، بس لازم النهارده ما يضيعوش الفرص وعلى طول في ثقه في الاداء زي ما حضراتكم شايفين. و
تتلعب الكرة عند محمد، يرجعها ورا محمد ابراهيم، فتح الله، فتح الله لياسر ابراهيم، وتنزل الكرة لنور السيد، نور السيد، نور السيد، ينزلها في نص الملعب على طول، حلو قوي. تتلعب الكرة ثلاث اربع خمس نقلات، تروح عند الناحية اليمين المجهود الرئيسي وحازم امام، حازم امام لو شال على طول، يوه يا راجل بتنطح ايه يا راجل، العاب الهوا ليها ناسها، العاب الهوا ليها ناسها. بقى انا مدرب اعمل كل الشغل هنا واحط لك الراجل يقشرها لك هنا وانت الاخر تنطحها؟ ما ينفعش. العاب الهوا لازم اللي يقعد هنا بقى ما بنيش عليه يعني، وهو يضيع لي ابني عليه. عاوز ايه؟ ما تطلع وحرك رقبتك وحط قرطك وفتح عينك، يعني تاني فرصة تروح لنادي الزمالك. وعلى عرف السيد انه يصحصح شوية للكرات اللي مرفعه له من الجنب اليمين اللي هو محور اداء نادي الزمالك النهاردة. تتلعب الكرة وثلاث نقلات ويخطفها نادي الزمالك. محمد ابراهيم ماشي، محمد ابراهيم ماشي، ماشي محمد، وواحد خد مكانه ما ادالوش، والحته اللي هناك فاضيه ناحيه اليمين لو بص كده اهوت هتروح الكره هناك. ثلاث اربع نقلات، يا سلام لو شال على طول، الله الله، وضربه. اذا اللعب كده حلو كده، يعني الكره السريعه هي اللي بتصحصحنا، الكره السريعه. بص حضراتكم اهو، ادي على طول حازم امام هو مكمن الاداء كله ومكمن فكر ميدو، ولكن العرضة تتعاطف مع نكانة وتبقى ضربة ركنية يطلعها المدافع ديريك، وضربة ركنية نادي الزمالك. عاوز يعني يتني الهدف، هل هيتنيه؟ مش قادر يتنيه لغاية دلوقتي، يمسكها حارس المرمى بعد لما يريحها ديريك موانزا برجله، يشوت شارس على طول لعبتهم ورايا صفارة، وضربة حرة غير مباشرة لنادي الزمالك. الاثنين اصحاب سيمون ورولاند قاعدين هناك راقدين عند فتح الله وياسر ابراهيم، زهر شافين وحذاري من الحاجات دي. ادي الكره المرفوعه، وادي العارضه، وادي الفرصه الثالثه تقريبا اللي يعني لنادي الزمالك زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. عبد الواحد السيد يلعب الضربه الحره غير مباشره، وفي فاول على عرفه، وضربه حره مباشره لنكانا بطل زامبيا. اهو جسمه قوي بس تقيل. تتلعب الكره وتتقطع، نص ملعب نادي الزمالك بيشتغل كويس دفاعيا وماسك نص ملعب كويس وعندهم ثقه ان هم يمرروا. تنزل كره لمحمد ابراهيم، يلم محمد، يلم محمد وعاوز ياخد خد، ترجع الكره مره ثانيه لعبد الشافي، يسقطها كده لتوفيق، يعكس هناك عند عمر اللي نزل مكان عند حازم، ده واخدها ايه اياسه، يبقى هو اللي حازم اللي هناك وعمر قدامه زي ما حضرتك شايفين، ويمشي نور، والله فيها فكره، انما الراجل مغطي ويطلعها لسه ما طلعتش، تنزل ياخدها مره تانية الزمالك ويطلعها بره الملعب، اول رمي التماس لنادي النكانه. ونص ملعب الزمالك عجبني قوي لانه بيقوم بواجبه الدفاعي، بيقوم بواجبه دفاعي وملخبط بتوع نكانه اهو. بص حضراتكم مش عاطشينهم حريتهم عشان الكرات الطويله ديت اهو، دي احسن طريقه ممكن الزمالك يمسك بيها المباراه. نص الملعب حازم امام مع احمد توفيق مع نور السيد مع مؤمن، بيضغطوا ضغط كويس، نزل معاهم عمر جابر كمان بيضغط، فبالتالي الخطوره على محمود فتح الله وياسر ابراهيم من الكرات اللي كانت بتتبعت لاثنين راس حربه قلت قوي. ميدو بيشرب الميه بعد الهدف وارتاح لاداء لعيبته، والزمالك يعني هيبدا يتعتل بقى ونعمل حاجات كده، انما تتقطع الكوره نقدر نقول خصم ضعيف، خضونا في الاول، انما الزمالك اقوى بكتير. وادي المشوار رقم 5000 لحازم امام، خدها من عمر جابر انما اتاخر فيها، وبصم هنا بقى الخطر على الزمالك من الخط الظهر والسرعه بتاعت الراجل، وتتخطف الكوره. ربنا بيقول لهم خلي بالكم ان هما بيلعبوا على اللعبه دي. ادي عمر اللي نزل مكان طلبه، تنزل الكوره في نص الملعب ليه؟ توفيق عبد الشافي، عبد الشافي بيقول لهم حد يلحقني، تروح للكوره ماشي قضاء وقدر، يلعبها كان ايضا قضاء وقدر، تروح عند حازم يلم حازم، معرفش الزمالك بيهدي اللعب ليه، ترجع لياسر، الراجل اسرع منك لو جلت هتبقى مشكله ياسر، انما فاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك.
على رقم سيمون، سيمون بواليا هو ورولاند رقم 9، الاثنين رؤوس حربة ورقدين هناك، وخليهم رقدين كده على طول ان شاء الله. 1-0 نادي الزمالك، و32 دقيقة من زمن الشوط الأول، والزمالك بعد ما جاب هدفه هادي على عكس متوقع، ما اعرفش ليه عادة اللعيب المصري، تتلعب الكورة من ديريك لبيلي وتطلع بره الملعب أو رمي التماس لنادي الزمالك. حكم كاميروني هو الطائم بتاعه، موسى يانوسا ونوبي الاثنين لاينز مانات، والحكم اليوم نيانت، وماشي لغايه دلوقتي كويس. وتتلعب الكوره وخد فاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. 33 دقيقه من زمن الشوط الاول، وضربه حره مباشره على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك ضد عرفه السيد، وهنشوف مين هيلعبها. كان فتح الله بيلعبها، محمد ابراهيم بيلعبها، حيطه من دفاع ميكانا ريد ديفلز، واقف نور، وهنشوف مين اللي هيصلحها ده. وعبد الشافي ده مفيش حد بقى، ده بالبخت مفيش حد متخصص مين اللي هيلعبها. ده مؤمن زكريا ونور، ومؤمن زكريا ونور، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك، والحكم نيان صفر، وداخل مؤمن. الله 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 يا مؤمن، الله يا مؤمن، الله يا مؤمن، الله يا مؤمن. واحد يقول لي كره مين دي، غششوني، كره مين دي وماشي من الزمالك. الله يا مؤمن. 2-0 لنادي الزمالك، 2-0، وضربة حرة جميلة 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 في الدقيقة 4، مؤمن زكريا في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، وحلوة ولا تصد ولا ترد، وجميلة جميلة. ثاني أهدافه في البطولة مؤمن زكريا. النهاردة الأهداف غالية قوي، يعني أحمد توفيق أول أهدافه من ساعة ما جه الزمالك، ومؤمن تاني أهدافه من ساعة ما جه الزمالك، أهداف غالية. تعرفوا غالية ليه؟ هتوصلهم لدوري المجموعات عشان يغرد بمفرده في دوري المجموعات نادي الزمالك. 2-0 ولنادي الزمالك، واعتقد لازم برضو الزمالك ياخد باله في اللحظات دي، واحنا بنلعب في الدقيقه 35 من زمن الشوط الاول، وتقدم نادي الزمالك بهدفين لاحمد توفيق في الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول، ثم مؤمن زكريا من ضربه حره مباشره في الدقيقه 34. المباراه بتقول ان الزمالك افضل، المباراه بتقول ان الزمالك فايق، المباراة بتقول ان لعيبة الزمالك اداء جماعي، التشكيل كويس، المباراة بتقول كمان ان عم نيكانا ريد ديفلز برضو فريق متواضع، ويقدر الزمالك ان هو يعمل عليه مباراة كويسة جدا، بيلعب على لعبة واحدة مش متنوعة خالص، ما شفناش الا لعبة واحدة، كور طويلة لسيمون ورولاند الاثنين راس حربة، بعد كده الزمالك خد منه المبادرة وعمل زي ما عاوز عن طريق جبهة اليمين اللي فيها حازم امام، وعن طريق الجبهه الشمال اللي فيها محمد ابراهيم، ثم ظهور مؤمن زكريا على الفترات، ثم كرات عرضيه بالزوفه بالزوفه لا تستغل من توفيق عرفه سيد ولا حد من لاعبي الزمالك ينضم الى عرفه. انا لو ممنيده دلوقتي ارمي واحد من الاثنين، لا احمد جعفر لا احمد علي، لان هو دلوقتي خلاص دلوقتي لازم يلعب باثنين راس حربه. واحد يقول لي ما هم 500 قدام، اقول له لا، اللي قدام دول بيجوا من نص الملعب للامام، اللي ثابت بس عرفه السيد. لو رميت واحد جنب عرفه السيد دلوقتي ثابت، الكرات العرضيه بالزوفه في هذا اللقاء، وحازم امام عامل شغل عالي عالي جدا جدا من الجبهه اليمين، والجبهه الشمال شغاله كويس قوي عن طريق محمد ابراهيم. اذا يبقى انا عاوز اثنين راس حربه يروحوا عشان ياخدوا الكرات ديت. ابص حضراتكم واكل عيش هايل قوي، ادي حازم امام، يا ريته يلعب على طول، يا ريته يلعب على الله، لو لف وشه الله يا راجل يا راجل يلعبها بسمانه رجله، تتلعب الكوره ولسه يا النهارده يوم الزمالك ان شاء الله. وريد كان ريد ديفيدز بيقول ايه اللي جابني انت السبب، المهم يعني فرصه هدف ثالث تروح من نادي الزمالك، معرفش مين اللي لعبها بسمانه رجله ده،
هنكتشف مع بعض. ترجع الكرة لعبد الواحد السيد الذي لم يختبر حتى الآن وأخطأ مرة واحدة في ضربة ركنية كان لسه ما صحصحش. المهم الزمالك بيلعب مباراة أو شوط أول جميل جدا جماعية وليه شكل في الأداء، الجنبين شغالين كويس، الضغط في نص الملعب زي ما حضراتكم شايفين كده كويس قوي من لاعبي نص ملعب نادي الزمالك. حازم إمام وعامل شغل كويس مع عمر جابر. الشوط الأول لوادي دجلة انتهى 0-0، كل التمانيات الطيبة لوادي دجلة كان هنا فايز 2-0. إذا ممكن جدا عنده مدرب كويس قوي هشام زكريا، مدرب كويس قوي بس ما حدش بيشير إليه، ناجح جدا ولكن ملوش حظ في الإعلام. تتعب الكورة على طول من ياسر إبراهيم تروح لحازم إمام. واحد يقول لي الزمالك ناقصه إيه دلوقتي؟ أقول له الضربة القاضية. ضربة قاضية يعني إيه؟ يعني الهدف التالي. لو الزمالك دخل الشوط الاول 3-0 يبقى الضربه القاضيه انتهت، يمكن الراجل يرمي الفوطه بتاعهم وينزلش الشوط الثاني. انما الزمالك هيتمخرع بقى كده يديهم الفرصه مره ثانيه ان يشب عليه في كره ضله ولا اي حاجه. اذا على ميدو لازم يقوم يصحصحهم، العب، المشكله مش هدفين بس، المشكله انك انت تخلي الراجل ده هو ما يقبش طول المباراه. 2-0 لنادي الزمالك الشوط الاول. احمد توفيق، مؤمن، زكريا، هدفين في الدقيقة 20 و34، ومباراة من جانب واحد من جانب نادي الزمالك اللي مش عاطي فرصة لان كان ان هو يتنفس. وادي الباك اليمين بيلي موانزا ياخدها. بص الدفاع الناحية الدفاعية لسه بنقول بص محمد افندي ابراهيم، وعلى طول ياسر ابراهيم يطلعها وقتال لاول مرة او تاني مرة يبانوا داخل منطقة جزاء نادي الزمالك. اذا لما الزمالك اتعطول بدأوا هم ايه يهاجموا وبدأ يتنفسوا، ما عندهمش حاجة يبقوا عليها. تنزل الكرة عند كليفن، كليفن يفتح اللعب هناك عند يعني بيلي، يرجع واخدهم العزة شوية في الدقيقة ديت اللي الدقيقة 38 والدقيقة 39، والزمالك ضغط واتقطع وفي صفارة وفاول وضربة حرة مباشرة لنكانا ريد ديفيلز بطل زامبيا ضد رقم 17 كليفن. ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 40 لنادي نكانا. 2-0 لنادي الزمالك، شوط من جانب واحد، هدفين وثلاث فرص ضايعين. جنب يمين شغال كويس قوي عن طريق حازم امام، وجنب شمال شغال كويس عن طريق عبد الشافي ومحمد ابراهيم، وضربه مرمى لنادي الزمالك. هل يفكر ميدو في الدفع باحمد علي او احمد جعفر؟ واحد يقول لي على حساب مين؟ اه على فكره على حساب مين؟ يعني مشكلة على حساب مين دي، لأن كله بيلعب كويس، كله بيأدي طريقة واللعب، والكلمة دي ما تجيش أبدا أو الإشارة دي ما يصحش يا مؤمن. اللي بيتفرج عليه إخواته ولا أي حد صحابه يقول له بلاش، يعني إشارة وحشة قوي، مش في الرياضة خالص. هتذبح مين وتعمل مين يا راجل؟ خليك حلو عشان ربنا يفتح عليك. من تاني هدف هتقول لي بقى أذبح وأعمل شغلانة. تتلعب الكورة وعلى طول أمامية اللعبة الوحيدة بتاعتهم وكعب، وعلى الزمالك إنه يصحصح في آخر خمس دقايق، بنلعب في الدقيقة 41، وإنه لازم يصحصحهم لأنهم هيلعبوا شكر غزالة. النور ولع عندي هنا زي السينما، يعني لما النور يولع يبقى إحنا بنلعب في آخر دقيقتين، يبقى الكابتن أحمد شوبير جاي هو ورفاقه. ضيفنا النهاردة الكابتن طارق العشري اللي بنبارك له، ومعاه طبعًا الكابتن أيمن يونس والكابتن خالد بيومي. النهارده الكابتن حسن مسكاوي عنده تمزق او حاجه ما جاش. النهارده مدير الانتاج ابراهيم علي، ومدير الانتاج محمد عطيه وعصام عصران ومحمد فهمي، رئيس تحرير وليد عبد السلام، واعداد مايكل مجدي ووليد قاسم، مخرجنا العظيم محمد عظيمه، مراسم ملعب غراب، ومدير التشغيل محمد العشري. داخلين على الدقيقه 42 من زمن الشوط الاول الجميل من جانب نادي الزمالك اللي فيه ايجابيه على مرمى نادي نكانا، في هدفين، في ضغط في نص ملعب كويس، في ثنائيات اتعملت كويس، في مؤمن زكريا اشتغل كويس مع حازم شويه ومع محمد ابراهيم شويه، في حازم امام نجم هذا الشوط. نجم هذا الشوط من وجهه نظري هو ميدو اللي محرك الفرقه دي، وهو اللي يبقى ليه اللي عمل لهم شكل. واحد بيقول يبقى مدرب اهو هنا بيقول لهم العبوا كده، هنا اللي بتنفيذ بقى. انما طبعا من عاده يعني حازم امام لما يلاقي الخصم على قد ايده يبدا بقى ايه، وهو عمر جابر يبداوا يجيبوها لورا ويجيبوها ده. العب لعب ايجابي هتلاقي ما يسرك ان شاء الله.
تطلع كرة بره ضربة مرمى لنيكانا، تتلعب الكرة على طول وبدأوا يتحركوا شوية، حلاوة روح واللعبة الوحيدة بتاعتهم، وحيدة هنا فرق السرعة وما تطلعش. يا راجل يا راجل يا راجل، رولاند الأخطر واحد فيهم ده هو، يا راجل غلط قوي من عبد الواحد، هو لو بص وحط له لب كان هتبقى. بص فرق السرعة بقى، بص بيعافر بيعافر ياسر ابراهيم، لازم محمود فتح الله ما يسيبوش لوحده اهو، هم بيلعبوا على اللعبه دي، انما الحمد لله ما بصش، والحمد لله كان عبد الواحد طالع غلط، والحمد لله لعبها ببطن رجله اي كلام، هم بيلعبوا على اللعبه دي. تتلعب الكوره والزمالك هادي قوي بدون داعي، وبداوا هم يبقوا في نص ملعب الزمالك بقى لهم خمس ست سبع دقائق كده، وضربه ركنيه لنادي نكانا ريد ديفل، ضربه ركنيه واحنا بنلعب في الدقيقه، داخلين على الدقيقه 44، هنشوف الحكم اليوم نيانت هيحسب كام دقيقه وقت بدل ضائع عن طريق الحكم الرابع بتاعه مالي مالسولي محمد، وتتلعب الضربه قصيره وهتتلعب بالعرض، يطلعها على طول تنزل، هيشوط ولا هيعمل ايه؟ يفتح اللعب ناحيه اليمين هيقطع عبد الشافي، انما في زقه الحكم ما خدش باله، وعلى طول عرضيه من اكتر واحد فيهم، ولمسه شد رولاند اللي لعبها، ولمسه شد من سيمون، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. 44 دقيقه، ورينا يا عم الحكم الرابع كام دقيقه وقت بدل ضائع. المباراه جوه المستطيل الاخضر طول طول ال 44 دقيقه اللي اتلعبت ديت ما فيهاش يعني، كلها كوره، الزمالك مسيطر، هدفين للزمالك عن طريق احمد توفيق دقيقه 20، عن طريق مؤمن زكريا من ضربه حره مباشره على المنطقه في دقيقه 34، سيطره لنادي الزمالك، لعب جماعي، اجابها اليمين نجمه، هي النجم في هذا اللقاء عن طريق حازم، والنجم اللي قال لهم كده اللي هو ميدو، وتتلعب الكوره وممكن يخشوا بالارض زي ما بقول، انما مش عاوزين. هنشوف الزمالك وكم دقيقة وقت بدل ضائع، واحنا بنلعب في الدقيقة الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول. وهجمة لنادي الزمالك، وهجمة وضربة ركنية. ضربة ركنية لنادي الزمالك تقريبا الأخيرة تقريبا. ما شفناش كم دقيقة وقت بدل ضائع الصراحة. لسه الحكم ما قالش. ادي محمد ابراهيم دخل في وسط 500 وجاب منها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لنادي الزمالك، هل يلعب القضية الزمالك؟ هل في قضية؟ هل في قضية؟ ما جاتش القضية، لسه موجودة القضية يعني الهدف الثالث، يعني هما يرموا الفوطة ما ينزلوش في الأفطايب. تروح الكورة، إنما ما فيش. 2-0 لنادي الزمالك، أعتقد يعني هنشوف ايه بالظبط. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع، مدته قد ايه ما اعرفش، وترجع الكوره لعبد الواحد السيد اللي نشف النهارده لم يختبر، انما تروح الكوره لعبد الشافي، عبد الشافي ينزلها لتوفيق محرز الهدف الاول، توفيق ضرب لخمه يلعبها كده دقيقه واحده. بقول لحضراتكم المباراه كلها في الملعب، ودقيقه واحده فات منها 57 ثانيه 58 ثانيه 59 ثانيه، في قضيه بتبقى في الاخر الثانيه، في قضيه في قضيه في قضيه، يا راجل قضيه مين؟ خدوا بالكم بالزوفه بالزوفه الاهداف. واعتقد كده الدقيقه خلصت، وصفر الحكم اليوم نيانت، لسه ما صفرش الراجل برده، بقيت دخل في الدقيقه الثانيه صفر الحكم بانتهاء الشوط الاول الجميل بتقدم الزمالك بهدفين لاحمد توفيق ومؤمن زكريا. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للكابتن احمد شوبير وضيفنا النهارده الكابتن طارق العشري وكابتن ايمن يونس والكابتن خالد بيومي، فإلى هنا.